نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية أبو عياد التابعة لمركز سعد بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة. احنا بنشكر القوافل الطبية اللي جت عن طريق حياة كريمة، بتوفر الأدوية وجميع التخصصات للمواطنين، وبجد يعني الشغل على ما يرام ما شاء الله.